أهلا بيكم في الورشة الفنية. النهاردة نتكلم معاكم عن نظام التحكم في محرك السيارة BYD. ونظام التحكم في المحرك بيتم من خلال وحدة الكنترول ECM التي تتحكم في عمليات تشغيل المحرك، وده من خلال بعض الأجهزة مثل رشاشات الحقن الإلكتروني ومبينة شمعات الاحتراق الداخلي البوجيهات وكل حساسات المحرك وبعض توصيلات الكهرباء للفيوزات والريليهات التي تعمل على تشغيل هذه الأجهزة. فإذا حدث عطل أو مشكلة لهذه الفيوزات والريليهات المحرك لا يعمل، لذلك إن هذا الجزء في غاية الأهمية. وفي هذا المخطط بنوضح مسار خطوط الكهرباء لهذه الأجهزة. بنبدأ أولا بفيوز إلكترونيك إنجيكشن، فيوز رشاشات الحقن الإلكتروني، وده بيعمل على توصيل الكهرباء لثلاث خطوط. الخط الأول والثاني بيصلوا إلى وحدات الكنترول، والخط الثالث بيصل إلى الكتاوت الرئيسي لرشاشات الحقن الإلكتروني. ثانيا عند تشغيل الكونتاكت بيعمل على توصيل أربع خطوط. الخط الأول يصل لوحدة الكنترول، والخط الثاني بيصل لكتاوت الرئيسي، والخط الثالث بيصل إلى مبينة شمعات الاحتراق الداخلي، والخط الرابع بيصل إلى كتاوت طلمبة البنزين. شايفين أهمية الخطوط اللي واصلة للأماكن اللي بتشغل المحرك؟ فعند تشغيل الكونتاكت بتصل إشارة لهذا الخط فيعمل على تشغيل الكتاوت الرئيسي، فتمر الكهرباء من هذا الخط إلى وحدة الكنترول وإلى عدة خطوط أخرى. وأما هذه الخطوط، الخط الواصل إلى رشاشات الحقن الإلكتروني أو بخاخات الحقن الإلكتروني، ومكان هذه البخاخات خلف المانيفولد ومثبتة على مسطرة الرشاشات، ونقدر نتابع ونشوف هذه الرشاشات من خلال هذه الفتحات. بنجدها مثبتة على مسطرة الرشاشات كما بالشكل. رشاشات الحقن الإلكتروني في مكان صعب شوية، والخط الآخر بيصل لكتاوت طلمبة البنزين، وأيضا نفس الخط بيصل إلى حساسات المحرك، ومنها حساس الشكمان العلوي وحساس الشكمان السفلي. ودي كل التوصيلات الكهرباء لهذا الجزء الهام في المحرك، لأن أي عطل لهذه الأجزاء بيكون سبب لعدم دوارة المحرك. علشان كده احنا هنسهل عليكم ونتعرف على اماكن هذه الاجزاء. فيوز الكترونيك انجكشن، رشاشات الحقن الالكتروني، مكانه في العلبة الرئيسية، وده مكانه. هذا الفيوز في بعض الموديلات قيمته بتبدأ من 15 امبير وحتى 30 امبير. طبعا هنا في الموديل بتاعنا بيصل ل 20 امبير، شغال يعني مفيش مشكلة. كتاوت رشاشات الحقن الإلكتروني مكانه أيضا في العلبة الرئيسية، وهذا هو مكانه. أما كتاوت طلمبة البنزين فده مكانه في العلبة الداخلية خلف الدرج الصغير اللي هو أول كتاوت في العلبة، ده كتاوت طلمبة البنزين. وهذه هي الأجزاء التي تتحكم في تشغيل محرك السيارة BYD مع وحدة الكنترول. بكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. أتمنى أن يكون الشرح واضح. في نهاية الحلقة بشكركم وإلى اللقاء.